شيدت مدينة السليمانية تظاهرة احتجاجية أمام دار العدالة وسط المدينة، شارك فيها العشرات من الموظفين وتدريسيين والمتقاعدين وناشطين مدنيين وممثلين عن النقابات المهنية، ممثلين عن السجناء السياسيين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وعناصر من قوات بيشمركة. المتظاهرون وجهوا رسالة إلى حكومة إقليم كردستان، ناشدوا من خلالها إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم. نطالب باستمرار أو إعطاء الحق الأساسي للموظفين وهو الرواتب، وعدم تأخيرها بأي حجة من الحجج. والهدف الثاني بأن لا تكون الفرد الكردستاني أو الموظف والكسبة ضحايا للمفاوضات السياسية بين الإقليم والمركز. نحن اليوم اجتمعنا هنا من أجل حقوقنا. شعارات وهتافات صدحت بها حناجر المحتجين ضد حكومة إقليم كردستان بسبب تأخير صرف الرواتب واستقطاع الامتيازات، مطالبين من حكومة الإقليم الاستجابة لحقوقهم المشروعة. المعلمون والأساتذة والتدريسيون في محافظة السليمانية لا تختلف معاناتهم عن أقرانهم ويعانون من ذات المشاكل. هذا التظاهرات وهذا التجمع اللي احنا سويناها اليوم نطالب حقوقنا من 5 سنوات قبل. احنا من 2014 ولحد الآن ما نستلم راتب كامل. هسه أنا شخصيا أطلب ما لا يقل عن فوق 30 مليون دينار حكومة تقليم. ولحد الآن احنا في شهر الخامس مثل الشهر الأول، مع العلم هم استلموا من بغداد من شهر 1 الثاني والثالث، واحنا مو مستلمين شهر 1. وتشهد مدينة السليمانية وبعد الرفع التدريجي لحظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا تظاهرات سلمية واحتجاجات بسبب تأخير الرواتب وصرف المستحقات للقطاعات المختلفة، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم بشكل عام والسليمانية على وجه الخصوص. وتشهد محافظة السليمانية بين حين وآخر تظاهرات للموظفين والمعلمين، وذلك بسبب تأخير رواتبهم والمطالبة بمستحقاتهم. عدنا جاف، فضائل التغيير، السليمانية.